تبارك الله على حليواغ. شوف شايف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناه سيتون مرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن، احبابنا اهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في السوق الاسبوعي بمدينه سطات، واللي ما عرفوش كاين في المملكه المغربيه الخيرات والرجاليه المغربيه والناس مال المدن الكبرى في المملكه المغربيه. وكل مشاهد قناه الزيتون المرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن، احبابنا اهلا وسهلا بكم جميعا. عيالة رجال بنات اولاد، اليوم 10 في شهر 6 2023، الخيرات والرجال جميع المشاهدين. هادو توبو شعيب حليوة من دكالة معروف هنا للقبيل، وراجل درافات، راجل درافات ومعروف هنايا تيبيع ويشري في المكان الكسابي. شحال السي بو شعيب بخير؟ هذوك الزيتون ب 375 لواحد باش خالص. باش خالص؟ اليوم عاد شريتيه؟ 375، 18750 تاع الدرهم. راجل معروف وراجل معقول وما فيه لا مزاح لا والو، واللي بغاها تاع الرباح بغاها وتعرف انه. مرحبا مرحبا، سرحينا لافادياتكم وصافي. رانا نبي سرع على نبي. نبي سرع على نبي. نبي شعيب سرع لي نبي موسى هرب من فرعون ومشى عند. تنحيي جميع المشاهدين قناه الزيت المرجان. شحال عبد الرحيم؟ 600. اش دايره في السن؟ 300. تبارك الله ضروبه. اش والده هنا؟ والده عجله. والد عجلة تيقول لنا عبد الرحيم ملقحة تاني. ملقحة تاني بالورقة؟ لا ما عندهاش الورقة. وباش عرفناه ملقحة؟ وما عطاني شمول الورقة. شحال عندها تقريبا في التلقيح؟ والله ما سولته شحال، قال لي ملقحة ما لا ما قال لنا ملقحة وقال لك ما عرفتش. ومولها شحال قال لك سي عبد الرحيم؟ ما قالش لي. وباش عرفتي انت ملقحة؟ هو قال لي ملقحة. وسير حسن شحال الخيرات؟ 320. اللي عطاوك؟ تيكون الحسن تيبيع ويشري في الطاولة الكسابي. كسابي هذا ولا كزاري؟ لا نص نص. نص نص؟ تيكون نص نص كما تشوفوا هنايا في السوق الأسبوعي بمدينة سطات. يمشي للكساري يمشي للكسابي. كيف كيف؟ هاك هاك ثاني هنا انت ما جيتيش لا تبارك الله زين تنشوفوا زين تبارك الله تبارك الله على السير حسن الله يحفظك الله يسهل السير حسن نوض ميبو سير الله سير فرخ زوين شحال رضوان؟ سير سير 10 ترى 8 عاطينها 10 ما فيها تبارك الله فرخ زين عاطينا فيه 8000 انا عند السيد صاحبنا قلنا لي 50000 سير الله سير سير 50000 رضوان رضوان 9000 ريال سير يلا حيد سير 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 افرخ زينه اوليدي هاي لا رضوان ضرفات رضوان ضرفات هنا في السوق الاسبوعي في مدينه سطات تعطيني ب 10 غتجي اكثر صافي خليه في خير صافي انت خدمت صافي الله يسهل تبارك الله على الحاج رضوان راك عزيز ها وردون وردون كثير الله يرحمه 34 و10 هي 44 وهذا ها هو ثاني ها الشريكين اش قلت لي هذا شحال شحال رضوان وردون شحال هذا ب 320000 تبارك الله 16000 تاع الدرهم ماركة على حساب المارك هاد الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين قناة الزيتون المرجان والحباب تونا في المكان بكر كسابية كسير رضوان ثاني شالور يدوري شي والماركة ماركة ما عندي مركون لا رضوان ضرافات تيبي وشريف بكر كسابية
تبارك الله تبارك الله. اهلا الله يحفظك. وشحال هادو؟ هذا اللي في اليمن تاعي شحال؟ هذا 86 386 وهذا الوسطاني 392 مع ديمار بور تبارك الله. وهذا اللي شاد صاحبك 390 19500 19500 هذا قلت لك شحال 80 واش؟ هذا قلت لي شحال هذا؟ 86 19300 عجولك السابقين هنايا في السوق الاسبوعي بمدينة صنعاء. يلا دي هاد الثلاثة غندوم شهر سير الله يسهل الله يسهل. هذا بقرك السابي كما تشوف. واش هذا الباتر؟ اقر اقر. هذا اللي في اليسار تاعي شحال؟ 86. وهذا اللي في اليمن؟ 170. هادشي بغيتيها فيهم؟ وي راه باغي تعاير معايا اليوم. مرحبا مرحبا. تنحيوا جميع المشاهدين قناه الزيتون مرجان والحباب تونا في المكان. اهلا بكم جميعا. هذا بقرك السابي تبقى الخير موجود الخير موجود جميل الوان كاينه تاعت البقر. مازال تنشوفوا مع الحباب تونا بخير ناشطين. وشحال الخيرات؟ الحاج رضوان اخويا ما بقيتيش معايا كونتا. الحاج رضوان طرافات لا مع دي مركون. واش بغيتي ما تعيروش؟ ضروري 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 خاصي. نهار اثنين ما عمرتو لينا لا شاي لا والو. ما داير بحال تتفاجئ تبغت. تبارك الله الحاج رضوان قال لي سمعتو كيفاش قال لي السي رضوان قال لي انت انت من تلقى بحال غادي. شحال اخويا بخير؟ 360 قال جوج لي تابوله 17900 درهم تبارك الله. عرفت زين هذا واش كحل العيون ولا لا موزين؟ لا موزين انا ما قاريش بزاف تسمعنا لا موزين في الطلوبيلات. تنحيوا جميع المشاهدين قناه زيتون مرجان والحباب تاعنا في المكان. رضوان طرافات لا سي عبد الكبير اخبرتي علينا عبد الكبير فين مشيتو ما بقيتو تجيو هنا؟ تبقى خو حليوه معروفين هنا القبيل والناس الحباب تونا. وسي عبد الكبير واش خبرتي؟ وانا تلقاك كملتي. وشحال هذاك عبد الكبير اخويا اللي حداك؟ هذا راه معروفين القبيل هنا والناس الدراويش من دكانه الناس حبابتو هنا تنعرفوهم من زمان هنايا في السوق الاسبوعي في مدينه الصاد. تنوريوها الخيرات لجميع المشاهدين قناه الزيتون مرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن. حبابنا اهلا بكم جميعا. هكم شحال هو؟ 310 وعطيتهم عطيهم 9000 3000 الواحد. بزاف شي زيت وهات دير بالي كاع عشر نقي بالي كاع عشر نقي ودير احسن. ما عرفتيش تقول لي ما عرفتيش تقول لي هاي عطي ولادي اسيدي هلال القضيه راه عكس وجيب الله التيسير غير سير على الله سير ما حد هي واقفه القاضي كاع زعم ودي البكر زعم ودي البكر. الله يحسن العون ما غنلومكش ما غنلومكش انا انا
غيضرب عليك بالناس. الله يحسن العون. كاع اللي قلتي كاينه مالها ب 600 والله راه ب 400 راه ب 300 في الغرب شحال بغيتي منه؟ سيري 300 الغرب راه سيري راه يموزرو وين؟ وني انت خطير اي 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 الغرب راه حاجه ما بقات فيه كلشي خسرات وشتا باقي الله سبحانه حاجه سبحانه حنا فاش يعمروا لينا السدود اللي بغينا نديروها بالماء هذاك الشيء اللي كاين طنير ما ساحياش فيه مرحبا الناس كي دايرين حدا فيك كتخربق شحال الثمن؟ جوج و 54 اللي عطاونا ديالها ملقحة بشحال بشحال؟ ها هي شهر و 10 ايام اييه ها المدفينية بلجيكية البنزينة ها تاع البنزول ها لا ما عندي ما نقول لا زين هذاك تبارك الله تبارك الله هذاك شي زين في السوق الاسبوعي في مدينة الصاد مرحبا تا معاه كل شيء تا ولدك وكاع هاد الحباب تاعنا تا هما ما عندي ما نقول ما عندي ما نقول الله يسلك وقاري قاري مرحبا بالحباب